صباح الخير. احنا في كيلو 80 طريق مصر اسكندريه الصحراوي، بنصور 3150 متر، يعني حوالي 3 4 فدان. 3150 متر كيلو 80 طريق مصر اسكندريه الصحراوي. الارض عقد ملك نهائي خالص الثمن، ومسجلة شهر عقاري، ومدفوع التصالح على المبنى على الفيلا، التصالح بتاعها مدفوع، أرض خالصة مخلصة ما عليهاش أي حاجة. نطلع نشوف الفيلا. سور السلك ده حدنا، والبلوك الابيض اللي هناك ده الحد بتاعنا، ده كده حد الارض. ثلاثة آلاف مية وخمسين متر، ده الريسبشن، الطوب الأحمر. ده السلم الداخلي وده الريسبشن. ده تحت السلم. ده الدور الأول. طبعا هي بتتقسم هي حكاية الكلاب، أحسن المرة اللي فاتت طلع لي ثعلب. الريسبشن طبعا على التقسيم بيتقسم اوض، شوف في كلاب تانية ولا كفاية ولا كده. ده التراس، الروف، تلات آلاف مية وخمسين متر، مطلوب 1,200,000. ده السلك دوت الحد بتاعنا، ليه حد المبنى اللي قدامنا ده، متقسمة فيلل. دي هي مسجلة شهر عقاري، عقد ملك نهائي خالص الثمن، والفيلا مدفوع التصالح بتاعها، ورقها كله سليم، معليهاش أي حاجة للدولة. 3150 متر، مطلوب 1,200,000. سلام عليكم.